التطور العمراني السريع الذي تشهده دولة قطر والمشاريع العملاقة المخطط لها في المستقبل تتطلب من قطر زيادة العمالة الوافدة إلى البلد. وانطلاقاً من التوجه الحكيم للدولة يتم بناء مدن عمالية تضمن للعمالة الوافدة العيش في بيئة مناسبة، وذلك بما يتماشى مع النهضة العمرانية في الدولة. كلف المكتب الهندسي الخاص بتنفيذ مشروع المدينة العمالية المتكاملة، حيث أن هذا المشروع سيكون نموذجاً لباقي المشاريع المشابهة التي سيتم تنفيذها بمراحل لاحقة، وذلك ضمن رؤية دولة قطر وقناعتها الذاتية لتلبية الاحتياجات اليومية للعمال من أجل خلق بيئة معيشية صحية ومتماسكة. يقع المشروع في المنطقة الصناعية بمسامير على أرض بمساحة 1,100,000 متر مربع، ينقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو المنطقة الترفيهية والتجارية، فهي تحتوي على مركز تجاري حديث للتسوق وملعب لرياضة الكريكت بالمعايير الدولية ومسرح ثقافي ضخم، بالإضافة لقاعات سينما حديثة، وذلك لتوفير كل سبل الترفيه والخدمات والأنشطة الأخرى، بالإضافة إلى المحال التجارية المتنوعة التي تناسب قاطني المدينة والبلدان التي ينتسبون إليها. فكانت هذه المنطقة فرصة للجاليات الآسيوية للالتقاء ومشاركة الأنشطة والفعاليات على اختلاف أنواعها، فقد تم تنظيم العديد من المهرجانات والفعاليات الاجتماعية والفنية والثقافية والدينية، إلى جانب دور مباريات الكريكت والعديد من المناسبات التي يتم تنظيمها بعناية بالتنسيق مع سفارات تلك الجاليات وبمشاركة شخصيات فاعلة في المجتمع القطري والآسيوي. أما القسم الثاني من المشروع فهو المجمعات السكنية للعمال. تعتبر هذه المجمعات بمثابة ضمان للعمال بما تحويه من خدمات معيشية وصحية وأمنية، فهي تحتوي على 55 مجمع سكني بطاقة استيعابية تصل إلى 100,000 عامل، تم بناؤها وفقاً لمعايير عالية. كما تحتوي المدينة على دور عبادة ومراكز شرطة وعيادة طبية مجهزة بالكامل، ومرافق خدمية على أعلى مستوى، ومواقف حافلات تخدم السكن. 3 سنوات هي مدة تنفيذ المشروع على 3 مراحل، انتهت في عام 2015. صممت المباني السكنية على أعلى معايير السلامة، من أنظمة إنذار مبكر إلى أنظمة إطفاء حريق وتوفير عدد مناسب من مخارج الطوارئ. يتكون كل مبنى من طابق أرضي وطابقين آخرين، يحتوي كل طابق على 104 غرفة نوم بمساحة 24 متراً مربعاً لكل غرفة، بالإضافة إلى دورات المياه والمرافق الخاصة بها. كما يحتوي كل دور على المطابخ وقاعات الطعام التي يفرض فيها على المتعهد تقديم تنوع في الوجبات الصحية من لحوم وأسماك وخضار، مراعاة لتنوع الجنسيات القاطنة وخصوصيتها، بالإضافة لمرافق الخدمات الأخرى مثل غرف الغسيل وخلافها. كما يحتوي كل طابق على غرفتي أمن وغرفة للصيانة. لم يغفل التصميم عن أهمية المساحات الخضراء في هذه المدينة، فقد تم توفير العديد من المساحات الخضراء الواسعة التي تستخدم للأنشطة والفعاليات اليومية للقاطنين فيها، كما تعتبر متنفساً صحياً للعمال، بالإضافة لكونها صورة جمالية للمدينة بشكل عام. كما تم أيضاً تزويد المدينة بأجهزة هواتف عمومية موزعة في كافة أرجائها، وتحتوي المدينة على 9 مداخل من الجهات الأربعة. تضم المدينة مسجدين وجامعاً كبيراً لصلاة الجمعة الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 6,500 مصل، وهو ثاني أكبر جامع في الدولة، بالإضافة إلى أن المدينة تقع بالقرب من مجمع الأديان. كما تضم المدينة مركزين تابعين لوزارة الداخلية بغرض حفظ الأمن بداخلها،
واستجابة لحالات الطوارئ على مدار الساعة، كما تم تزويد المدينة بكاميرات مراقبة موزعة داخلها، وقد تم ربطها مع مركز الشرطة الرئيسي الذي يعتبر بمثابة الخط الأمامي وقاعدة الاتصالات المرتبطة بالمراكز الأمنية بوزارة الداخلية. كان لابد من إنشاء عيادة صحية متكاملة كإحدى الأسس الرئيسية لمرافق المدينة، فقد تم بناء وتصميم مبنى العيادة الذي يغطي مساحة 2000 متر مربع لتلبية الاحتياجات الطبية الفورية للعمال. وقد صممت العيادة لتكون قادرة على التعامل مع التدفق المستمر للمرضى من أجل الفحص السريع والعلاج المبدئي، ثم يتم تحويل المرضى إلى المركز الصحي الجديد القريب من المدينة أو إلى مستشفى العمال الجديد، واللذان أنشئا خصيصاً لخدمة العمال، حيث يعكف المكتب الهندسي الخاص على بناء المستشفى بالقرب من المدينة العمالية، فهي تبعد مسافة 3 كيلومترات فقط عن المدينة، ويجري تجهيزها بكافة الوسائل والأجهزة الطبية والعلاجية والخدمات التي تضمن توفير الرعاية الصحية لاستكمال مراحل علاج العمال المرضى بمستشفى متخصص. كما وخصص في المدينة مبنى للصيانة والتخزين مجهز بورش عمل بمعايير عالية من أجل الحفاظ على الأمن والسلامة والنظافة والصيانة ووضع الأنظمة والشروط لخدمة وتسيير المدينة. مشروع المدينة العمالية المتكامل بالمنطقة الصناعية بمسيمير يعتبر نموذجاً حضارياً وإنسانياً، حيث وفر لهذه الفئة من المجتمع البيئة المناسبة من الأمن والسلامة والرعاية الصحية، بالإضافة لممارسة الرياضة والتسلية والترفيه في أوقات فراغهم وممارسة هواياتهم المفضلة. إن هذا المشروع يعكس حرص الدولة النابع من قناعتها الداخلية على الاهتمام بمثل هذا النوع من المشاريع الهادفة والبناءة التي تخدم الوافدين إلى دولة قطر وتساهم في تطور الفرد والمجتمع، فجاء تطبيقاً لرؤية قطر 2030.